ما شاء الله ما شاء الله. لا لا صراحه مدام مكتب وايد حلو، صور وها مبين فيه لمسه نسائيه، ذوق نسائي غير يختلف. اكيد طبعا، لو احنا مسوينا كانت كلها اسود وابيض ما ليش. لا وفيو بعد جميل الفيو، حلو 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 ما شاء الله، الله يبارك لك فيه ان شاء الله. تسلم، تفضل استريح. تفضلي. خالد جبتك الحين هني لاني ابيك في موضوع حساس جدا. عاد انا المواضيع الحساسه لعبتي، انا كلي احاسيس. بس لان الموضوع حساس لازم ما حد يدري عنه، بس انا وانت وبس. لا يا مدام انت للحين ما عرفتي خالد ابن بليم عدل. ولا حتى صقر ولا حتى وضاح. ولا الجن الازرق، انا بنفسي الحين تقولي لي السالفه انساها عقب 3 دقائق ونص. زين، اسمعني. صراحة أنا ودي أعرف كل شيء يخص وضاح في حياته. الأمور الغامضة هذه أنا بالمرة ما أحبها. عاد وضاح حبيبي على كل شيء يقول لي مسكين وما يخش عني ولا شيء، يحبني وايد وأنت تدري. بس أنا ساعات أحس إنه في أمور مريبة يحاول يخشها عني. أمور مريبة؟ مريبة. والله المريب صبقة أظافرك الله يطول بعمرك، ليش؟ أجيب لك ترى إذا ما عندك هذا تكملين الصبغ. موضة؟ موضة. زين شنو اللي حاسس إنه بوضاح عنده بحياته مريب؟ فواز. فواز ولد صقر طلع فجأة واختفى فجأة. طول بعمرك فواز سالفته هينة، عنده السالفة الأساسية فواز ولا شيء. السالفة الأساسية؟ على فكرة سالفة الفلوس بين صقر ووضاح أنا أدري فيها. لا لا اللي تدرين عنه أنت هذا اللي يعرفه وضاح، في أمور ثانية حتى وضاح ما يعرفها. إيه؟ شنو اللي ما يعرفه وضاح؟ إف فعليك ما أقدر أقول أنا كل شيء. لا 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 يبا لا، أنا خاف أقول وحدة أروح ملح أنا. أفا عليك. شنو من توافق فيني؟ عفا عليك واثق فيك، بس ان هذه امور ماني مستعد انا اقولها وما بيننا وبين بعض اتفاق، لان المعلومات اللي انا بقولها هذه لازم انت تستفيدين منها، وما انا بعد استفيد الله يطول بعمرك. ما فهمت، فهمني. لا الله يطول بعمرك، انا في معلومات هذه محافظ عليها، ما بيها شي تروح ولا حد ثاني يعرفها، انا اروح ملح، اروح بقمضة عين. لا يبا لا، لازم يصير اتفاق بيننا على الاقل. اتفاق. مدام شري خلاص اتفقنا. احنا حتى لو اتفقنا ترى الموضوع مو سهل، هذا موضوع كبير يبي له تكتيك وتخطيط، شيء على كبير. انا شو اقول؟ انا اقول الحين انا استاذنك، دام احنا اتفقنا وبرمنا الاتفاق اروح حق وضاح، وبعدين بيني وبينك حنحدد موعد واقعد اقول لك عن كل شيء. ماشي، ونورت مكتبي مره ثانيه. شكرا يا مدام.